الطموح طريق النجاح. النجاح هو وصول الإنسان للهدف الذي يطمح للوصول إليه طوال حياته، وذلك عن طريق السعي المستمر والمثابرة والعمل المجتهد. ونتيجة لهذا النجاح تصل إلى أن تعيش حياتك بطريقة تهبك الشعور بالكثير من السعادة والقليل جدا من الألم، وذلك يدفعك للمزيد من التقدم والنجاح والفوز بكل إنجاز يفتخر به صاحبه ويرضى به. ولا ننسى أن النجاح كوكب صعب المنال، يصعد إليه بصاروخ الهمة مع تزويد المركبة بوقود الدعاء، فببذل الهمة يتم بلوغ القمة. أما الطموح والطاقة الروحية في حياة الإنسان وأساس النجاح، وهو الخطة العقلية التي تنظم حياتنا والتي تدفعنا نحو المستقبل. ولا قيمة لوجود الإنسان إن لم يكن طموحا حالما.